الانفايرمنت فاريبل وازاي اعمل لها هاندلنج في الابلكيشن بتاعي. قبل ما نخش في تفاصيل الانفايرمنت فاريبلز انت محتاج تبقى فاهم. لو دوست على ريد مور هنا هتلاقي ان ليه احنا اصلا بنستخدم الانفايرمنت فاريبلز وليه ما بنحطش الكيز بتاعتنا او نحط الانفورميشنز ديت نحطها دايركتلي في الكود ستاتيك، نكتبها ستاتيك في الكود. وطبيعه الحال لان الاجابه هي ممكن تبقى بكل بساطه كلمه واحده اللي هي السكيورتي، لان دوت ممكن يوجه لي يبقى يعمل مشاكل في السكيورتي ان انا باكسبوز الكيز بتاعتي. دي رقم واحد. نمره اتنين ان انا هيبقى عندي مشاكل وانا بعمل ديبلوي للابلكيشن بتاعي او للسيرفر بتاعي على اي انفايرمنت. يعني لو انا رحت مثلا على التست انفايرمنت او الديفلوبمنت انفايرمنت وحاطط الحاجه بتاعت ستاتيك، فانا محتاج اغير في الكود بتاعي كل مره مع كل انفايرمنت. دي بوينت. البوينت التانية لو انا بستخدم مثلا ديفرنت داتابيزز او كده، فانا بالتالي محتاج ان انا ما اعملش الكلام ده ستاتيك في الكود. فانت بليز يعني تحاول ان انت تقرا الارتكل دوت بحيث تبقى فاهم ايه هي الانفايرمنت فاريبلز وليه اصلا احنا بنستخدمها ومش بنكتب الحاجه ستاتيك. عشان نستخدم انفايرمنت فاريبلز بالنسبه لي في الابلكيشن، فاحنا هنيوز باكج لذيذه جدا اسمها دوت انف. دوت انف ديت هي المسؤوله عن ان هي بتقرا كل الفاريبلز اللي انا بحطها في الفايل اللي اسمه دوت انف اللي بيتعمل له كرييت في الروت دايركتوري، وبتبقى عباره عن كي وفاليو زي ما انتم شايفين كده، وبعمل لها كونفيجريشن في الابلكيشن، وكل الانفايرمنت فاريبلز ديت بتضاف في الجلوبال اوبجكت اللي هو البروسيس دوت انف. تعال نشوف احنا هنعمل الكلام ده ازاي في الكود. دلوقتي انا في الابلكيشن بتاعي عايز اجي في الروت دايركتوري اللي هو في نفس المكان اللي فيه الباكج دوت جيسون والاي اس لين، وكرييت نيو فايل دوت انف. اول ملحوظه بالعين لاحظتها هتلاقي ان الانفايرمنت فاريبل اللون بتاعه مش زي الوان الفايلز الثانيه، لان الانفايرمنت فاريبلز انا ما برفعوش على الجيت بتاعي، فبالتالي بيبقى موجود. لو جيت هنا في الجيت اجنور دوت انف هلاقي ان هو اوريدي دوت موجود من الفايلز اللي هي ما تترفعش بالنسبه لي. طيب حلو قوي. تعالى مثلا فور اكزامبل انا شايف ان انا عامل هنا البورت ستاتيك، فالبورت ستاتيك انا عايزه يقرا من الانفايرمنت فاريبلز بتاعتي. فانا ممكن اجي هنا في الانفايرمنت فاريبل واقول له انا عايز البورت يبقى ب 3000 فور اكزامبل. طيب دي اول حاجه ان انا ضفت البورت بالنسبه لي. تاني حاجه محتاج اعملها ان انا محتاج اضيف في الابلكيشن بتاعي الدوت انف باكج. اول لما اضيف الدوت انف باكج خلاص انا كده ممكن استخدمها، بس محتاج اعمل كونفيجريشن. ممكن انت في كل مره، يعني لو انا جيت هنا اقول له اعمل لي امبورت لي الدوت انف واعمل لي دوت انف دوت كونفيج، تمام. انا بفضل صراحه ان انا اعمل فايل، الفايل دوت اسميه كونفيج دوت تي اس مثلا، والفايل اللي فيه كونفيجريشن دوت هو اللي هحط فيه كل الانفايرمنت فاريبلز، كل الانفايرمنت فاريبلز اللي انا ممكن اكون احتاجها في الابلكيشن. وكل ما احتاج انفايرمنت فاريبل ما هبتدي ان انا اعمل امبورت للفايل ده. فانا عشان استخدم الانفايرمنت فاريبلز فهقول له دوت انف دوت كونفيج، وبكده بقى انا بالنسبه لي متوفره. لو قلت له دلوقتي لوج البروسيس دوت انف وجيت هنا ناديت الفايل بتاعي قلت له امبورت كونفيج فروم كونفيج عشان يرن لي الحاجه بتاعتي. طبعا انا محتاج هنا اعمل اكسبورت برضو، اكسبورت ديفولت للبورت مثلا بالبورت اللي هو جاي لي منين، من البروسيس دوت اون. طبعا في ممكن نستخدم الدستراكشنج. لو انت مش فاميليار بالدستراكشنج فممكن اسيب لك فيديو في الاي بيشرح لك الجزئيه بتاعه الدستراكشنج من الاوبجكت في الجافا سكريبت، واقول له هنا بروسيس دوت انف. حلو قوي. فانا دلوقتي لو جيت رنيت السيرفر بتاعي بعد ما عملت امبورت للفايل لقيت ان البروسيس دوت انف بالنسبه لي هي فيها الايه الحاجه بتاعتي. يعني انا لو جيت هنا قمت جاي قايل له اعمل لي لوج للكونفيج فاريبلز عشان بس اتاكد ان الفايل معمول له ران، لقيته عمل لي الكونفيج فاريبلز اللي هي البورت 3000 اللي انا عمل لها اكسبورت. ديت نمره واحد. نمره اتنين لقيت ان هو لما انا عملت هنا في الكونفيج لوج للبروسيس دوت انف لقيته عمل لي كونست، عمل لي كونسول دوت لوج لكل الانفايرمنت فاريبلز اللي انا محتاجها ومنها البورت 3000. يعني لو انا جيت هنا قمت جاي قايل له زناتي ايكوال زناتي
مثلا، وجيت ببص هنا لقيت السيرفر اتعمل له ريستارت، بس عشان خاطر الانفايرمنت فاريبلز بالنسبه لي اتسمع، انا محتاج اوقف السيرفر واعمل له راننج تاني. فلقيت ان في عندي هنا نيو انفايرمنت فاريبل اتضاف، النيو انفايرمنت فاريبل دوت اسمه ايه؟ زينتي، بس ما تعملوش اكسبورت لان انا مش عامل له هنا اكسبورت في الكونفيج فايل. فدي فكره الانفايرمنت فاريبلز بكل بساطه. فاحنا لو جينا هنا في البورت، انا عايز اقول له مثلا خلي لي بقى خلاص ما تقراش كده ستاتيك، انت اقرا لي من الكونفيج دوت بورت. لو ما لقيتش بورت اوريدي متضاف، فانت ممكن في الفري تماما ان انت تستخدم 3000. طيب حلو قوي. فبكده انا عملت كونفيجريشن الانفايرمنت فاريبلز، وديت الجزئيه اللي انا هضيف فيها بقى، هبتدي اضيف فيها حاجات كتير زي الداتابيز، داتابيس انفايرمنت فاريبلز بتاعتي. ممكن اضيف لو انا بانتجريت مع امازون ويب سيرفيس او بانتجريت مع الجي سي بي او وات ايفر، فممكن كل الكيز او الحاجات السيكريت اللي انا عايزها هحطها في الفايل الانفايرمنت فاريبل. يبقى نريكاب سريعا، اول حاجه انا بعمل انستول للدوت انف للدوت انف باكج، وبعد ما اعمل انستول للدوت انف باكج بعمل لها امبورت وبقول له دوت انف دوت كونفيجريشن. فبالتالي كل الانفايرمنت فاريبلز اللي انا بكتبها في الدوت انف اللي انا بعمل له كرييت في الروت دايركتوري بتبقى متوفره بالنسبه لي، بتحصل لها اد اوتوماتيكلي في البروسيس دوت انف. ازاي بقى برضو نكونكت بقى دلوقتي على الداتابيز ونكتب الكلام دوت في الانفايرمنت؟